اللبنانية المسؤولة دوما عن الارتقاء بالتعليم ما عادت بجزئها العلمي على مسافة بعيدة عن أكثر الجامعات عراقة في العالم، ونقصد هنا مختبرات المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا التي جرى تجهيزها أخيرا بأحدث التقنيات وأهمها. عمدنا بعد 2007 وإنشاء معهد الدكتوراه بالعلوم والتكنولوجيا لتكوين مختبرات بحثية بالمجالات اللي بتقدر الجامعة اللبنانية نبحث فيها وفقا للباحثين الموجودين. بهالإطار هذا خلقنا ثلاث مختبرات مركزية بحثية، مختبر بعلوم البيوتكنولوجيا ومقره في طرابلس، ومختبر بعلوم النانو تكنولوجيا بالفنار، ومختبر بعلوم البيئة والعلوم الصحية والتحاليل هو بالحدث. فمن سنة 2008 لهلأ نحن صار عندنا 150 طالب بالدكتوراه بالعلوم والتكنولوجيا. هيدول الطلاب بينفذوا أبحاثهم بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخارجية. أنا تلميذة ثانية سنة دكتوراه بعلم المناعة بين الجامعة اللبنانية وجامعة مونبولية الفرنسية. عم بشتغل مشروع الأساسي هو على الخلايا الجذعية. في عنا جان، هيدا الجان NKX2.2 ممكن يكتر هيدول الخلايا. هيدا الشيء بيفيدنا بكتير أشياء، ومنها أكتر شيء بيفيد مرضى الزهايمر. عم بنتقل بين الجامعة اللبنانية وفرنسا منشان التجهيزات. هونيك في لابات متطورة جدا، نحن ما عنا كل التجهيزات اللي هن عندهم إياها. من ميلة نحن بنستفيد وبنكمل دراساتنا هونيك، ومن ميلة نحن كمان بننقل العلم اللي هونيك لحتى نستعمله بلبنان. كل جامعات العالم حاليا تقيم بمؤشر إنتاج البحثي بعدد الأبحاث والمنشورات العلمية اللي تنشر. فنحن ما فينا نضلنا كجامعة وطنية فيها 75,000 طالب بموازنة للبحث العلمي 3 مليار. المشروع اللي عم بشتغل عليه هو تصنيع مواد كيميائية جديدة ممكن استعمالها بمجال الأدوية، وبالتحديد مجال تخفيف الجلطات. بما أني ثالث سنة لحق لي ناقش، لازم يكون عندي منشورين علميين بمجالتين علمية. لهلا الحمد لله توفقت ونشرت أول أرتيك. سبب الرئيس لقدومي لإكمال شهادة الدكتوراه في المعهد العالي للتكنولوجيا لصيته المعروف في الوطن العربي، أضاف إلى احتواء المركز على أحدث الأجهزة الموجودة ممكن في الشرق الأوسط. في عام 2010 أهدى الرئيس الإيراني لبنان جهاز النانوسكوب المتطور جدا والعالي الدقة، فتدفقت الأسئلة حين ذاك عن إمكان استفادة الطلاب من جهاز كهذا. ها هم الطلاب اليوم يستعملونه عمليا. أو ماذا حل بالنانوسكوب اللي قدم من إيران؟ النانوسكوب هو جهاز جزء من الأجهزة الموجودة بالمختبرات البحثية بالجامعة اللبنانية، يستعمل بشكل خاص، حاليا يشتغل عليه 3 طلاب دكتوراه. بس من النانوسكوب هو الهدف، هو وسيلة لتطوير الأبحاث اللي بتتطلب تحاليل على إشال نانومتريك، يعني دقة كبيرة. يقاس التطور في أي بلد بتطور أبحاثه العلمية، وهنا في جامعة لبنان الرسمية مختبرات بمستويات عالية تتفوق على سواها من المختبرات في الجامعات الخاصة. إذن لا ينقص سوى زيادة حصة الجامعة من الميزانية. من مركز الأبحاث في المعهد العالي للدكتوراه، فاطمة قاسم، قناة الجديد.